اكيد مستر موسيماني النهارده قاري الخصم ده كويس قوي، اكيد هو لعب معاه قبل كده في جنوب افريقيا اكتر مره، وعارف المدرب المدير الفني دوت بيفكر ازاي، عارف لعيبته بينزلوا الملعب في الماتشات الكبيره بيلعبوا ازاي، بيبقى في التزام او في التزام، الطابع الدفاعي بيغلب شويه الطابع الدفاعي بيغلب شويه على ادائهم، فهو اكيد مستر موسيماني قاري كويس. مستر موسيماني شفناه في الماتشات الكبيره بيعرف يتعامل كويس قوي قوي قوي، يمكن من السنه اللي فاتت واحنا عارفين، هو مستر موسيماني السنه اللي فاتت حضر من الدور قبل النهائي، لعب ماتشين جامدين جدا الدور قبل النهائي مع الوداد وكسب، ولعب الفاينل مع الزمالك وكسب، وفي الماتشات الكبيره هو بيعرف يتعامل ازاي، بيعرف يفكر ازاي، في الماتشات الصغيره طبعا برضو، بس انا بتكلم على الماتشات الكبيره لان ماتشات ثقيله، ماتشات فيها قلق زي ما احنا النهارده حاسين بقلق، ولكن القلق باذن الله باذن الله باذن الله ده قلق المكسب، باذن الله ده قلق المكسب. عايز اتكلم على لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي اللي اتحملوا ضغوط كبيره جدا 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 جدا، وبعدين الاقي في ناس في نغمه كده تقول لك اصل الجيل ده مش عارف ماله، الجيل ده مش زي جيل تريكا وبركات ووائل جمعه وعماد متعب، لا لا، كل اجيال الاهلي اجيال عظيمه. الجيل ده الجيل ده في النادي الاهلي من اكتوبر من اكتوبر لحد النهارده جايب اربع بطولات، يعني انت بتتكلم في تسع شهور حضرتك اربع بطولات وثالث كاس عالم، وان شاء الله باذن الله النهارده يتوج بالعشره باذن الله رب العالمين، ولينا كلام واحاديث بعد كده بعد المباراه ان شاء الله. تعالوا